تعمل أمل كصحفية تحقيقات اقتصادية في الأردن. وجهت الأزمة الاقتصادية التي خلقها وباء كورونا العام الماضي نظرها إلى إدارة الحكومات العربية للقروض التي تحصل عليها لأغراض تنموية، خاصة من جهات دولية كالبنك الدولي، وإذا كانت تحقق الغرض منها. تتبعت أمل لعدة أشهر قروضاً تم منحها لثلاث دول عربية، محاولة الكشف عن جوانب مختلفة لسوء إدارتها من قبل هذه الحكومات وتأثير ذلك على الشعوب، وكانت بدايتها من الأردن. منح البنك الدولي العديد من القروض إلى الأردن على خلفية استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين منذ العام 2016. واحد من هذه القروض كان بهدف تشغيلهم. تلقى الأردن ضمانات من البنك الدولي بالحصول على قروض في العام 2016 بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار وبفوائد مخفضة وبحد أعلى 3% لمواجهة أزمة استضافة اللاجئين. اكتشفت أمل أن القوانين الأردنية أعاقت استفادة اللاجئين السوريين من ذلك القرض، مما زاد مشقة الحياة على كثير من أسرهم، وزاد على الأمر تراجع الدعم الدولي للأردن في العام 2020 مقارنة بالعام 2016. العمل على اللاجئين في الأردن وتشغيلهم وجه أنظار أمل إلى هدفها التالي في لبنان، حيث تعد قضية اللاجئين قضية حساسة ولها أبعاد سياسية واجتماعية عدة، واختارت قضية التعليم لتكون محط اهتمامها. 321 ألف طالب سوري يتلقون التعليم في لبنان، وبحسب ما توصلت إليه أمل فإنهم لا يستفيدون بشكل عادل من المساعدات الدولية في ملف التعليم منذ العام 2014، في ظل تصريحات لمسؤولين تشكو من ارتفاع تكلفة تعليمهم. على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة، استطاعت أمل إثبات وجود تناقضات بين البيانات الحكومية وبيانات الجهات المانحة حول الملف، إضافة إلى إخفاء متعمد لأرقام توضح سوء إدارته من قبل الحكومة اللبنانية. عمل أمل الاستقصائي قادها إلى تونس، حيث رصدت عدة قروض منحها البنك الدولي للبلاد من أجل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حللت أمل وثائق القروض التي حصلت عليها تونس من البنك الدولي، وحددت الولايات المستفيدة منه على مدار 10 سنوات بعد إسقاط نظام بن علي في 2011. التحليل البياني كشف لأمل أن تدفق أموال القروض الهادفة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تونس اعتمد على توفر بنية تحتية، الأمر الذي حرم الولايات الأفقر من أدوات التنمية. والآن تمتلك أمل قصصاً تثبت سوء إدارة ثلاث حكومات عربية لقروض تحصلت عليها من جهات أبرزها البنك الدولي من أجل أغراض تنموية. تبقى لها فقط أن تخبر الجمهور بما تعلم.